إذن الإخوة، كما عودناكم محرك انرجي 1.4 هذا جبهنا على كونسوماسيون ديال ليسونس الإخوة. تهو صديق من أصدقاء من اليوتيوب كما كتلاحظوا ارونو 19 انرجي. جبهنا كيتشكلنا من كونسوماسيون. بغينا نشرح لكم الإخوة اش هي الكونسوماسيون في هذه السيارة، كل سيارة وش هو المشاكل تاعها. هذه اللي لاحظنا الاخوه، شوفوا بعد التيو تاع ليسونس كي داير، لاحظتوا ها المشكل الاول. ها انتم شوفوا الانسان اللي فاق ما تهضر معاه يقول لك لوطويا لا مريقله صاوبتها الى اخره، رجلها لواحد الميكانيسيان. شوفوا الخدمه كي داير، شفتوا التيو محروق، لاحظتوا ها الاول. لاحظوا الكوليكتور ادميسيون كي داير، شوفوا المامو يكون بحال هاد البيوديه. شوفوا هنا فيما قايش ليسونس، شفتوها، شوفوا هنايا ليسونس كي داير، شفتوها الاخوه حاله. وهاد السيد جا قال لي وداني جبت بها بالعيون، تا المشيه فاشله. للسبب انه البومبا ما كانتش تدفع مليح. علاش ما كانتش تدفع مليح؟ ما كانتش تدفع المحرك مليح ليسونس، اما من ناحيه ليسونس كانت البومبا تدفع، لكن كان هنا فويت. شفتوا الفويت فين كان؟ هذا هو الحاجه الاولى. ثاني حاجه غادي نفيريفيو له هذا الجوان كوليكتور ادميسيون، ياكو هذا الجوان كوليكتور ادميسيون باش ما يديرناش بليز دار. غادي نصاوبوه، نديرو له هذا الجوان هنايا، ياك ديرو له واحد شويه كولا على حساب بليز دار. يعني عندنا جوج جوانات، الجوان الكبير تاع الادميسيون والجوان الصغير، هادو عندهم علاقة. جوج جوانات عندهم علاقة بالبليس دار، والبليس دار كيدير ديراتاج، والديراتاج كيدير كونسوماسيون. تاني حاجة ريكلاس سوباب، هادي ريكلو لي ريكلاس سوباب، يعني عندنا له جوج جوانات هنايا، هاد الجوان ريكلناه وهاد الجوان ريكلناه، وزدنا له ريكلاس سوباب. والتالتة غادي تشوفوها، التالتة راكو تلاحظوا الإخوة لاسوند مهرسة، راني جبتو لاسوند جديدة، لكن بعد الإخوة كيعرفوا بلي عندهم لاسوند ميته، وشا كيديروا؟ كيخلطوا يشرو لاسوند ويركبوها بلا ما يشوفوا واش واصل السينيال لهنايا ولا ما واصلش. الا ما كانش واصل السينيال او لا هاد الخيط مكوبي شي بلاص، ركب 10 تاع ليسوند ما يخدمولكش. اول حاجه وش هي؟ واصلني السينيال، انا كنقول هاد الهضره الصناعيه، واصلني السينيال لهنايا. ثاني حاجه قبل ما نركب لاباراي نديرها في البوطه، نسخنها مليح واحد 200 درجه ولا تبدا تعطيني السينيال. وصلني السينيال هنايا، وصلني السينيال من هنايا، نركب لاسوند ديالي. ما كاينش السينيال في هاد الزوج، هذا راه غير انفيل، حنا نهضرو على انفيل. ما وصلني السينيال هنايا في يعني لا من ناحية الخيط اللي جاي من الكالكيلاتور لا من لاسوند من هنايا، ما نركبهاش. يعني تا وصلني السينيال هنايا، وهادي عاوتاني نتيستيها بالبوطا ولا بشي حاجة بريكا ولا المهم تيستيها. راه كاين داك لارشو، لارشو لا دوريجين تاع حد باش نسخنوا هاد لاسوند هادي. يعني يقول دابا ثلاثة تاع الصوالح، قلنا لاسوند غلاس سوباب بليس دار في كاربيراتور او ميم طون، نتوايو هذاك ستارتر ديالها ونزيدو. والرابعة باقينا الرابعة باش ما ننساش ربي، استغفر الله. جميع السيارات شنو اخو، جميع السيارات كتجيني بلا ترموستا. لاحظوا هنا الترموستا ما كايناش، مي يشوفوا الماء كيخرج على برا، شتوه؟ بالعكس هذا كتشرب الريح. يعني غادي نركب لها الترموستا نتاعها، شتو؟ ربعة نتاع الحوايج غادي نديرهم تولي لوطو طير، ما تبقى لا تخبن. لا هاد لاسوند كتخبن بها اللوطو كتفشل، واخا تكون نورمال. هو علاش جات فاشلة به؟ عنده لاسوند مهرسة، هادي كدير الفشولية الكونسوماسيون، وعنده فويت هنايا. شتو التيو مقطع او متقوب، شتوه كي داير؟ لاحظوا قربوه لكم هكا باش تشوفوه مليح. لاحظوه التيو مقطع، يعني التيو كاين فوتي ليسونس، البومبا مابقاش تدفع لي بار تاعها، لاسوند مابقاش تعطي المعلومات الكافيه او لا مريقله الكالكيلاتور. بليز دار على جوج بلايص، او ريغلاس سوباب او ترموستا، اربعه تاع الحوايج، ترموستا لاسوند ريغلاس سوباب او بليز دار. ما تبقاش الكونسوماسيون، والار بي ام راهي بوجي ما غاديش يبوجي، لانما عندي هاد لاباراي هادي غادي نفيري فيها. الى لقيتها عيانه نشونجيها، لقيتها مليحه نضرب لها حكه ونردها تولي امورنا. هادي كتحكم في الار بي ام، لكن حتى نصاوبو ليسونس ديالنا
والبريزدان ريك لا سو باب لا سوند عاد تبقى تكالكولي بيان هادي ديك الساعه ما كانش بيان نشونجيها. هذه هي معلومه اليوم في هذا الرونو 19 الاخوه موتور انرجي 1.4. السلام عليكم.